طيب كلمتين بس كده قبل ما اخد الفاصل. ابن علاء مبارك نجح في اختبارات النادي الاهلي تحت سن او في سن 17 سنة او حاجة كده مش كده، ومواليد 20 ولد 2000 يعني 2000 يعني. الناس قامت وقعدت وقالت لك كوسة، والواد دخل والواد أمل وهيروح وهيجي وهيلعبوه ومش عارف ايه، وابوه دخل عمل واسطة وبتاعه. مفيش موهبة بالواسطة، ما ينفعش مذيع يقعد قدام حضراتكم ويفضل كابس على نفس المستمع او المشاهد، ما يسواش بصلة وهو ملوش كاريزما وهو مش مقبول. ما ينفعش لا صاحب المحطة ولا القائمين على المحطة ولا اللي هم بيمشوا الأمور في المحطة هيسمحوا بكده، ولا المشاهد هيقبل كده. فالولد بيلعب كورة، ابن اسمه عمر علاء مبارك بيلعب كورة. ويا ريت شوفوا بقى اللي أنا بقوله بقى الكلام ده على عهدتي، يعني لو ابن أي حد أنت مختلف معاه يلعب كورة، لانه في النهايه من غصب عنه، ان ما كانش عايز يقول تحيا مصر من غصب عنه هيقول تحيا مصر، الانتماء بتاعه يبقى جواه. ده بيسعد يلعب في فريق مصر، وبيلعب في الفريق الاهلي يسعد في فريق مصر. يعني دلوقتي بس حضرتك هتقول لي هو انت مثلا لو حفيد محمد مرسي لعب في النادي، يا ريت يا سيدي حفيد محمد مرسي يبقى لعب كوره، على الاقل هيبعد عن السياسه وهمومها واوجاعها والاخوان ومش الاخوان، ويفضل بقى يطعم لي بالحاجات. يا ريت نلعب كوره، يا ريت كلنا نلعب كوره، يا ريت. ايه الازمه؟ الكوره تهذيب، والله الرياضه حلوه قوي. واول حاجه في الرياضه الانتماء الى الدوله، اول حاجه في لانك انت في الرياضه بتسعى وانت بتلعب في الفريق بتاعك، طايره سله كره قدم بينج بونج اي حاجه، تسعى انك تمثل الدوله بتاعتك. فاي انما ازاي وكوسه؟ مفيش كوسه في الرياضه، مفيش كوسه في الموهبه، مفيش كوسه في الموهبه. فارحموا الدنيا شويه. الراجل اتحاكم وخد حكم دلوقتي وطلع بعيد عن الراي العام، وولاده سواء علاء او جمال بعاد عن الراي العام. صحيح بيتصور هو في مطعم، بيتصور هو في قهوه، بيتصور هو بتاع، ده حاجه تانية. لكن انا اتمنى انه ما يعني ما يبقاش في مواجهه مع الراي العام من خلال حوارات وبتاع وكده، لا ما اتمناش ده. خلاص سيبهم في حتتهم بقى، وطالما خلاص في حكم قضائي بقى ايه الازمه؟